ونعمل كده سكرين شيرنج. هنبتدي دلوقتي يا جماعة ناخد حاجة اسمها بيزك راوتينج. لو انا فتحت الباكت تريسر اهو، وعندي راوترين اهو، الراوترين دول بفرعين، يعني وليكن فرع في شبين اهو، شبين، وعندنا فرع مثلا في القاهرة اهو. والفرع بتاع شبين ده جوه السايت بتاع شبين في شبكة، ومربوط بها أجهزة بقى اهو، شبكة ومربوط بها ايه، أجهزة. والفرع بتاع القاهرة في شبكة تانية اهو، ومربوط بيها برضو ايه، أجهزة اهو. وفي عندنا كيبل اهو، الأجهزة كلها متوصلة بالسويتش اهو، والسويتش ده متوصل بمين؟ بالراوتر بتاعي اهو. وفي الفرع التاني في شوية أجهزة برضو اهي، متوصلين ستريت مع السويتش اهوت. اهو دي شبكة وليكن 192.168.1.0/24. دي شبكة تانية اهي، 192.168.3.0/24. عايزين نخش نحط اي بي للراوتر بتاعنا ده، هنعمل ازاي؟ دبل كليك على الراوتر سي ال اي، نقول له نو انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم R1 انترفيس فاست 0/0 اي بي ادرس 192.168.1.1.255.255.0، ونقول نو شوت داون. فاول ما اديت اي بي للراوتر هتلاقي البورت بتاع الراوتر نور اهو، واديته 1/1. هخش بقى اد ايبات الاجهزه اهو، هقول له 192.168.1.2، 192.168.1.1 اللي هو الجيت واي بتاعي اهو. الجهاز اللي بعد كده برضو نفس الكلام، 192.168.1.3. الجهاز اللي بعده نفس الكلام، 1/4. الأجهزة اللي موجودة هنا تقدر دلوقتي تكلم بعضيها، هي أساسا الأجهزة اللي موجودة في الفرع الواحد تقدر تكلم بعضيها أساسا من غير الراوتر، تمام؟ أهو لو جينا عملنا ده عايز يكلم ده شغال أهو، تلاقي الدنيا ماشية راحة جاية، مفيش مشكلة خالص. فطالما معايا في نفس الفرع أنا مش محتاج أطلع لمين؟ للراوتر. طب الراوتر التاني هديله برضو أيبهات اللي في الفرع التاني أهو، هقول له نو انيبل كونفيجر مسافة تيرمينال هوست نيم R2 انترفيس فاست 0/0 اي بي ادرس 192.168.3.1 255.255.255.0، ونقول له نو شوت داون، تمام؟
طيب دلوقتي بعد ما عملت هنا الاي بي هاب بتاعتي، هاجي احط اي بي للراوتر ده اهو، اهو عملت له اي بي انترفيس فاص 0 على 0، اديته اي بي ادرس 192.168.3.1 3255 0، وقلت له نو شوت داون. هحط هنا الايبيهات للاجهزه بقى كمان اهو، هقول له والله الديفولت جيت واي بتاعي 3.1، وهنا كده 3.2، اللي بعده 3.3، اللي بعده 3.4، تعالى كده نشوف بقى دلوقتي الأجهزة دي المفروض تكلم بعضها برضو، الأجهزة اللي في نفس السايت تكلم بعضيها. تعالى كده نشوف، والله ده عايز يكلم ده، تمام اهو الدنيا شغالة معايا زي الفل يعني. طب انا دلوقتي عايز اوصل الفرعين مع بعض، الفرع بتاع القاهرة مع الفرع بتاع شبين، ما ينفعش طبعا اوصلهم بكابل نحاس. كابل النحاس انا ممكن اوصلهم بكابل نحاس في نوع كروس، بس المسافة ما بينهم ما تزيدش عن 100 متر. يا عم ده انا بقول لك في فرع في شبين وفي فرع في القاهرة، طالما هم فرعين بعاد عن بعض فوصلهم ببورت السيريال. تعال نتكلم كده على بورت السيريال شوية. يعني ايه بورت السيريال؟ يعني ايه البورت بتاع السيريال؟ لما يكون عندك فرعين بعاد عن بعض، فرعين بعاد عن بعض، واحد في مكان وواحد في موقع تاني، احد الحلول بتاعتنا البسيطة هي الليز دي لاين. انا اجر خط من مصرية الاتصالات. طبعا ان شاء الله هناخد سمستر كامل اللي هو اخر سمستر ان شاء الله، لو وصلنا له باذن الله هنعرف كل الاوبشنز بتاع الوان. يعني ايه كل الاوبشنز بتاع الوان؟ ازاي اقدر اوصل فرعين ببعض في الوان بعاد عن بعض. احد الحلول بتاعتي اللي هي الليز لاين. يعني ايه الليز لاين؟ ان اروح اجر خط فايبر من مصرية اتصالات رابط لي من القاهرة لحد مين؟ لحد شبين، باستخدام بورت في الراوتر اسمه ايه؟ اسمه السيريال. العملية دي بتتم ازاي؟ العملية دي بتتم ان كل راوتر بيبقى فيه بورت ايه؟ سيريال. كل راوتر بيبقى فيه بورت سيريال اهو، ودا السنترال في شبين ودا السنترال في القاهرة. يبقى ده السنترال في شبين وده السنترال فين؟ في القاهرة. السنترالات طبعا بتبقى متوصلة مع بعضيها بكابلات ايه يا شباب؟ كابلات فايبر، كابلات نحاس. حلو؟ كابلات فايبر ضوئية، اسف. فوالله لو الراجل اللي قالي مسار يجيبني لحد الشركة عندي كان به، هيجيب لي فايبر لحد الشركة. طب لو ما لقاش مسار فايبر يجيبني لحد الشركة، بيجيب وحدة كده اسمها سي اس يو دي اس يو، يوم حطها عندي هنا، وجايب وحدة نفس الوحدة حطها عندك في الشغل سي اس يو دي اس يو. يبقى وحدة بيرميها في السنترال وواحدة بيحطها عندك في الشغل، ويقوم ربط طرف من هنا بكابل نحاس شكل خط التليفون كده اللي جايلك لحد البيت، واخده من البوكس اللي تحت العمارة، ويقوم ربط لك البورت ده في بورت السيريال اهو. لو ما لقاش مسار ايه؟ فايبر من السنترال لحد عندك، مفيش كابل فايبر من السنترال لحد المكان عندك جوه شبين مثلا، جوه فرع البنك في شبين او جوه فرع البنك في القاهرة، ويقوم واخد كابلات الفايبر ومطلعها على مين؟ على المودم ده. نفس الوضع، هيجيب في سنترال شبين يحط وحده اسمها سي اس يو دي اس يو، ويجيب عندك اليمه الثانيه هناك جنبك في في المكان شغلك برضو نفس الوحده سي اس يو دي اس يو. وطبعا في كابلات نحاسيه ماشيه تحت الارض اللي هي كابلات تليفونات،
يقوم محمل كابلات الفايبر على كابل التليفون العادي وجايبه لك عندك وموصلك ايه بيه كده، الراجل عمل التوصيله بتاعتك اهو. وانت بتدفع ايجار الخط الفايبر اللي انت مأجره، خط الفايبر ممكن يكون ايه ونايه 2 ميجا، ممكن يكون تي ونايه 1.5 ميجا، على حسب ما انت عايز وعلى حسب الفلوس اللي معاك. في طبعا سرعات اكتر من كده، ستيم وان وكلام من ده، بس على حسب ما انت عايز. السي اس يو، دي اس يو ده بيعمل ايه؟ بيحول لك الديجيتال، الداتا اللي طالعه من الراوتر على خط الفايبر، يعني بيحول الداتا تو ديجيتال، وده سؤال جاي في الامتحان. يبقى السي اس يو ديت مودم يا جماعه بيحول الداتا لديجيتال، اما المودم اللي هو شكل الدايل اب مودم بيحول الداتا الانالوج. يبقى السي اس يو دي اس يو بيحول الداتا بتاعتنا لمين؟ لديجيتال، اما المودم بيحول الداتا الانالوج. طبعا القصه اللي انا راسمها قدامكم دي مش مهمه بالنسبه لكم خالص، اللي مهم بالنسبه لنا هنا في الكورس بتاع سيس ان ايه هيجي لك كده، يقول لك راوتر متوصل براوتر اليمه الثانيه، في هنا وحده مودم اسمها سي اس يو دي اس يو ومتوصله بالشبكه بتاع المصريه اتصالات، واليمه الثانيه في سي اس يو دي اس يو ومتوصل بين بالراوتر بتاعي. حلو. المودم بتاع يا شباب، المودم بتاع ده هوت بيحدد سرعة نقل الداتا في السلك، بيحدد حاجة اسمها الكلوك ريت. يبقى المودم بتاعي بيحدد حاجة اسمها الايه؟ الكلوك ريت. بنيجي نظبط عليه حاجة كده اسمها كلوك ريت، سرعة نقل الداتا في السلك اللي هو اسمها كلوك ريت. طب احنا عارفين ان الباند ويت ده حاجة اسمها الكباستي، اما الكلوك ريت ده السبيد، سبيد سرعة نقل الداتا في السلك، فبيسميه الكلوك ريت. اللي بيحدد كلوك ريت سي اس يو دي اس يو، اي جهاز بيحدد كلوك ريت بنقول عليه دي سي اي، جهاز نوعه دي سي اي. يبقى اي جهاز بيحدد كلوك ريت بنطلق عليه كلمه ايه؟ دي سي اي. كل المودم اللي في العالم شغاله دي سي اي، الراوتر شغال دي سي اي، ما بيحددش الكلوك الا لما انت تقول له. يبقى الراوتر باي ديفولت دي تي اي، المودم دي سي اي. طب انا بقى لو عندي في المعمل ورحت جاي موصل راوترين مع بعض اهو من غير وحده مودم اهو، ده الراوتر مع راوتر، فيبقى ده دي تي اي وده هيبقى دي تي اي كده. اللينك ده مش هيشتغل لان مفيش حد هنا بيحدد سرعه نقل الداتا، فبنروح على سيريال منهم ونقول له اشتغل ايه؟ دي سي اي. يبقى احنا بنيجي على سيريال منهم ونقلب البورت نخليه دي سي اي. طيب تعال نطبق الكلام ده بقى عندنا على الباكت تريسر اهو. الراوتر بتاع سيسكو اللي هو ال 2800 ده مش موجود عليه سيريال، يعني لو جبت كلب لسيريال اهو وجيت توصل مش هتلاقي سيريال موجود عليه، فلازم الاول اروح اركب له مديول سيريال. بس خد بالك قبل ما تركب المديول لازم تسيف. اسيف ازاي؟ دبل كليك على الراوتر الاول ريال تايم، بعدين دبل كليك على الراوتر، وبعدين اعمل كوبي مسافه من الرننج مسافه للستارت اب، كوبي مسافه من الرننج مسافه للستارت اب. اجي اليمه الثانيه اقول له كوبي مسافه من الرننج مسافه لمين؟ للستارت اب. وبعدين اجي اركب بورت السيريال، اركبه ازاي؟ دبل كليك على الراوتر، اطفي الباور بتاع الراوتر، وده البورت السيريال اهو اسمه ويك، ده كارت هيركب لك اتنين سيريال اهو ويك تو تي، واشغل الباور اهو. اجي هنا فيزيكال اقفل الباور
ويك وشغل الباور اهو. طبعا انا عملت هنا فما خزنتش اللي انا عملته، وعلشان كده الكونفيجريشن بتاع الراوتر ده لو فتحت كده هتلاقي كل الكونفيجريشن طارد. لو فتحت الراوتر ده اهو عندما انا خزنت هنا، تعال كده نشوف. انا كنت مخزن اهو كوبي من الرننج الستارت اب. طب وهنا برضه انا كنت مخزن اهو، تمام. ركبت كارت سيريال هنا وكارت سيريال هنا، عايز اوصلهم بقى بكابل سيريال. ده كابل السيريال اهو مساعده. انت عايز مين اللي يبقى عنده الدي سي اي؟ مين اللي يحدد الكلوك ده ولا ده؟ زي ما انت عايز. هاجي هنا كليك سيريال مع السيريال اللي قدامي اهو، اترسم هنا ايه ساعة اهو، بقى ده اللي بيحدد الكلوك. طبعا نحط اي بي للسيريال ده، هنفترض ان دي شبكة رقمها 192.168.20/24، ونيجي على الراوتر ده اهو ونقول له enable configure terminal انترفيس سيريال 0/2/0 اي بي ادرس 192.168.255.255.255.0. لو انت عايز تشغلها دي سي اي بتكتب كوماند اسمه الكلوك ريت، وتختار اي سرعه من دول، دول السرعات الستاندر اهو، اي سرعه من دول تختارها تنقل بها الداتا على الكيبل. والله مثلا هقول له 64000 بيت بير سكند، وهقول له نو شت داون. يبقى عند المكان اللي هخلي فيه البورت بتاعي دي سي اي هكتب كوماند اسمه يا شباب كلوك ريت، واسم السرعه بتاعتي اللي انا هختارها من الرنجات دي. طيب اليمة الثانيه، اليمة الثانيه هحط لها اي بي 22 اهو، انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0/2/0 اي بي ادرس 192.168.22 اهو، وهقول له ايه نو شوت داون. مفيش كلوك ريت، كلوك ريت بتنكتب عند ناحيه واحده بس. الدنيا هنا نورت اخضر اهي وزي الفل. طب هل كده الناس اللي في الفرع بتاع القاهره يقدروا يكلموا الناس اللي في فرع شبين؟ طب تعالوا نشوف كده. تعال نشوف كده. اوبا، ده الناس اللي موجودين في فرع القاهره ما بيقدروش يوصلوا للناس اللي موجودين في فرع شبين، والناس اللي موجودين في فرع شبين ما بيقدروش يوصلوا للناس اللي في فرع القاهره اهو، بيعملوا اربع نفسهم وشكرا. ايه ده؟ يعني الناس اللي في الفروع المختلفه ما بيقدروش يوصلوا لبعضيهم؟ في الراوتر بتاعنا يا جماعة في جدول اسمه الراوتنج تيبل، في الراوتر في جدول اسمه الراوتنج تيبل. ممكن نخش على الراوتر كده ونقول له شو اي بي روت، هلاقي الراوتر بتاعي مش عارف غير شبكتين، شبكة رقمها 1 وشبكة رقمها 2. الراوتر ده شبكة رقمها 1 وشبكة رقمها 2 اللي هما متوصلين بيه. طب والراوتر ده في برضه جدول اسمه الراوتنج تيبل، بجيبه كده شو اي بي روت، هلاقي الراوتر بتاعي مش عارف غير شبكتين، شبكة رقمها 2 وشبكة رقمها 3، شبكة رقمها 2 وشبكة رقمها 3. اما الراجل ده يعرف 2 و3،
اما الراوتر ده ما يعرفش حاجه اسمها واحد، والراوتر ده ما يعرفش حاجه اسمها تلاتة. ونرجع هنا بقى لموضوعنا. ايه موضوعنا؟ موضوعنا ايه؟ موضوعنا بيقول ان النتورك عندنا نوعين، دايركت كونكتد نتورك وريموت نتورك. اكتبوا معايا الكلام ده. الشبكات عندنا يا جماعة نوعين، شبكات متوصلة توصيل مباشر بالراوتر، وده الراوتر بيعرفها لوحده، سيلف ليرند، الراوتر بيتعلمها لوحده، اللي هي الشبكات اللي موجودة معايا في نفس السايت. يعني الراوتر اهو اهو، دول كام شبكة كده؟ شبكتين متوصلين في الراوتر. الشبكتين دول الراوتر تلاقيه عارفهم لوحده. طب الريموت نتورك، لو عند الراوتر ده متوصل براوتر تاني وفي عندي شبكة هنا اهي، الشبكة دي بالنسبة للراوتر ده بيسموها ريموت نتورك، شبكة بعيدة عنه، الراوتر ما بيلقطهاش لوحده، لازم حضرتك تعرفها له. يبقى الشبكات البعيدة عن الراوتر اللي موجودة في المواقع التانية الراوتر ما بيبقاش عارفها، الراوتر ما بيعرفش غير الشبكات اللي معايا في نفس الموقع بس. اما الشبكات البعيدة بالاجهزة بتاعتها الراوتر ما بيبقاش عارفها، فلازم تعرفها له. يبقى الريموت نتورك عندنا يا شباب، الشبكات اللي موجودة في المواقع التانية، الراوترات عندنا ما بتبقاش عارفاها، بيسموها ريموت نتورك، فلازم اعرفها له. الشبكات البعيدة دي لا اما اعرفها للراوتر بايديا مانوال، لا اما اشغل سوفت وير اخلي الراوتر يتعرف عليها اوتوماتيك لوحده. المانوال في عندنا حاجة اسمها الستاتيك روت، الاوتوماتيك في عندنا سوفت وير اسمه الدايناميك راوتينج بروتوكول، دايناميك راوتينج بروتوكول. يبقى الريموت نتورك بعرفها للراوتر بطريقتين، لا اما مانوال لا اما اوتوماتيك. مانوال يعني بكتب بايديا حاجه اسمها ستاتيك روت على كل راوتر، اوتوماتيك يعني باجي على الراوتر واشغل حاجه اسمها الدايناميك راوتينج بروتوكول. تعالوا بقى ناخد موضوعنا النهاردة، ازاي نعرف الراوتر على شبكات بعيدة عن طريق الستاتيك روت. عشان اعمل ستاتيك روت بعمل الستاتيك روت ده بتلات طرق. اول طريقة اسمها الاكزيت انترفيس. يعني ايه؟ مانيش فاهم. تعال نشوف كده، هي الرسمة بتاعتنا عاملة ازاي؟ في هنا شبكة متوصلة مع راوتر، وفي هنا شبكة تانية. هنا الشبكة دي الاي دي بتاعها كام؟ 1.0. الشبكة دي الاي دي بتاعها كام؟ 2.0. الشبكة دي الاي دي بتاعها كام؟ 3.0. هو اسم البورت ده كام؟ اسم البورت ده سيريال 0 على 2 على 0. انا واقف هنا عند R1. لو عايز تعرف R1 على الشبكة البعيدة عشان يوصل الأجهزة اللي فيها الشبكة دي، تكتب الكوماند ده IP مسافة روت، مسافة اسم الشبكة، مسافة السبنت ماسك بتاعها، مسافة. وانا واقف على الراوتر ده علشان الباكيت بتاعي يروح للشبكة دي، انا فين يا جماعة؟ على الراوتر ده. المفروض الباكيت يخرج من الفتحة بتاعت دي ولا يخرج من دي؟ ما هو الراوتر ده ملوش غير فتحتين اتنين، فتحة اسمها سيريال وفتحة اسمها فاست. عشان الراوتر ده يحذف الباكيت في يمة الشبكة دي، يبقى يطلع الباكيت بتاعته من الفتحة دي ولا من دي؟ من دي طبعا.
يبقى نكتب اسم الفتحة للباكت المفروض تخرج منها. بس يا سيدي احنا كده الراوتر ار واحد لما يجي له باكت رايح لتلاتة زيرو، رايح لأي جهاز جوه تلاتة زيرو، هيكريت الباكت ويخرجه من الفتحة اللي اسمها سيريال زيرو على اتنين على زيرو. طب تعالى نجربها بالكوماند كده اهو، سكرين شيرينج. هاجي على الراوتر ده اهو وهقول له كونفيجر مسافه تيرمينال اي بي مسافه روت، اسم الشبكه اللي انا عايز اوصل لها بالسبنت ماسك بتاعها، اكتب اسم السيريال اللي المفروض اخرج منه وانتر. لو جيت عملت كنترول زد كده وقلت له شو اي بي روت، هلاقي انا عندي شبكتين اتنين رمزهم سي، سي معناها دايركت كونكتد موجودين معايا في نفس السايت، وشبكة تالتة بعيدة عني رقمها تلاتة زيرو رمزها اس، اس يعني ستاتيك، يعني الادمن حاططها هو بايده جوه الراوتر. دلوقتي لو في باكت عندي من هنا رايح لهنا، تمام اهو، بص كده ايه اللي هيحصل، تاني كده في باكت من هنا عايز اوديه هنا. بعد كده في عندنا مشكلنا في مشكلة كده عندنا اهو اهو. تعال نشوف الراوتنج تيبل تاني، معلش في اكيد حاجة غلط. 192.168.3.0 اخرج من السيريال 0 على 2 على 0 شو اي بي روت. طيب تعال نشوف كده تاني، تعال نشوف كده الراوتر ده بيتكلم مع ده ولا لا. اهو شغال اهو سكسسفول اهو، تعال نجربها كده. طيب تعال نجرب بقى الراجل ده هيتكلم مع ده ولا لا، هو شكل فيه مشكلة هنا. 192.168.1.1 وفعلا البورت ده 1.1، ما كانش فيه مشكلة، كانت الاي بي بس اللي غلط اهو. تعالوا كده بقى، الجهاز ده عايز يوصل للجهاز ده، هيمشي الباكت هتمشي وتروح، بس هل الجهاز ده هيعرف يرجع؟ هو الراوتر ده يعرف حاجة اسمها 1.0؟ ما يعرفش. فانت كده عملت الطريق رايح، الطريق رايح من شبين للقاهرة، بس القاهرة لسه ما يعرفش الشبكة بتاعت شبين. طب عايزين نعمل الطريق راجع نعمل ايه؟ نخش على بتاع القاهرة ونقول له كونفيجر تيرمينال اي بي مسافة روت، الشبكة بتاعتي بتاع مين؟ بتاع شبين اهو بالسبنت ماسك بتاعها اهو. هيخرج منين؟ هو الراجل بتاع القاهرة عشان يوصل للشبكة بتاعت شبين المفروض يخرج من السيريال زيرو على كام؟ على اتنين على زيرو، اديله اسم البورت اللي المفروض يخرج منه. تعالوا نجرب بقى رايح جاي كده اهو، الراجل ده عايز يوصل للشبكة دي اهو، لو حطيت هنا 200 جهاز وهنا 200 جهاز الفرعين دول يقدروا يوصلوا لبعضهم، الفرعين دول في طريقه تانية عندنا ازاي اعرف الستاتيك روت. طريقه بيقول لك باستخدام النكست هوب اهو، باستخدام النكست
هوب اي بي ادرس باستخدام الاي بي بتاع جاري. ادي الشبكه بتاعتنا، ده فرع شبين متوصل بفرع القاهره، وده اسم الشبكه بتاعتي اهو. وهنا عندي اي بي اهو، اهو البورت ده واخد اي بي من الشبكه ده 2.2، البورت ده واخد اي بي من الشبكه دي 2.1، الاي بي بتاع الراوتر ده 1.1، الاي بي بتاع الراوتر ده 3.1. باجي على الراوتر بتاعي اهو واقول له اي بي مسافه روت مسافه، اسم الشبكه اللي انا عايز اوصل لها 192.168.3.0 مسافة، بالسبنت ماسك بتاعها اهو. يبقى انا واقف فين؟ فين الشبكة اللي انا عايز اروح لها؟ اهي كتبتها وكتبت السبنت ماسك بتاعها مسافة. بدل ما اكتب اسم البورت اللي انا هخرج منه، لا هكتب اول اي بي بعدي، اول اي بي في السكة بعدي، اول اي بي للراوتر جاري اللي هو كام؟ اهو طب انا بقى لو انا عندي، لو انا عندي الاتي، عندي راوتر متوصل بفرع والفرع ده متوصل بفرع تاني وده متوصل بفرع تالت، وعايز اعرف الراوتر ده على الشبكة دي، وليكن الشبكة دي 6، يبقى النيكست هوب بتاعي فين؟ هكتب له اي بي روت الشبكة دي بالسبنت ماسك بتاعها، والنيكست هوب بتاعي اهو اول راوتر في وشي، الراوتر اللي هسلم له الباكت، يبقى النيكست هوب هو اللي بعد على طول، الاي بي اللي بعد على طول. ودي طريقة تانية علشان نعرف بيها الشبكات البعيدة. طيب تعال نجربها بقى على الراوتر الطريقة دي، تعال نجربها على الراوتر. قبل ما اجربها على الراوتر لازم اشيل مين؟ الطريقه الاولانيه. بشيل الطريقه الاولانيه ازاي؟ اي كوماند سيسكو علشان نلغيه نعمل قبله كلمه نو، يعني هو ده الكوماند اهو، اهو قبله كده واقوم حاطط كلمه ايه؟ نو، واكتب اي بي روت الشبكه اللي انا عايز اوصل لها اهو، السبنت ماسك بتاعها اهو، الاي بي بتاع الراوتر اللي في وشي اهو. بس لو جيت بصيت جوه التيبل قلت له شو اي بي روت، هلاقي ان انا في طريق عندي ستاتيك، بس المره دي اتكلم باستخدام مين؟ النيكست هوب. طب كده يمشي الراجل ده، يقدر يوصل للراجل ده؟ طبعا اهو. ايه ده، هو ينفع الراوتر ده يبقى عارف الشبكه دي بالنكست هوب والراوتر ده عارف الشبكه دي بالاكزيت؟ وايه المشكله يعني؟ اي طريقه تعجبك اعملها. طب عايزين نشيل الاكزيت ونعملها بطريقه النكست هوب كمان على الراوتر ده، ماشي. هنيجي هنا كده، ادي الاي بي روت اللي انا كنت عامله، هحط قدامه كلمه ايه؟ نو، واقول له اي بي روت الشبكه اللي انا عايز اوصل لها اللي هو بتاعت فرع شبين بالسبنت ماسك بتاعتي. المره دي بقى لو انا واقف على الراوتر ده وعايز اوصل للشبكه دي، بحط الاي بي بتاع مين؟ بتاع الراوتر ده، بتاع الانترفيس اللي في وشي دي، الاي بي بتاع الانترفيس دي 192.168.2.1. كده الدنيا شغالة. تعال نشوف كده الراوتر ده عايز يوصل للشبكة دي اهو، تعال كده نشوف.
الراوتر ده عايز يوصل للشبكة دي، وديت يا شباب الطريقة التانية عندنا اللي هو اعرف الاستاتيك رود باستخدام النكست هوب اي بي ادرس. حد عنده مشكلة فيها؟ ها لو اتفهمت يا شباب اعملوا اوكي قدامي على الشاشة. طب انا دلوقتي اشتغل بالطريقة التانية ولا بالطريقة الاولانية؟ بطريقة الاكزيت انترفيس ولا بطريقة النكست هوب؟ بصوا يا شباب تعالوا هحكي لكم قصة كده عشان اقنعكم انهي طريقة احسن. لو انا عاملها باستخدام الاكزيت انترفيس هيبقى الجدول بتاعي مكتوب فيه كده 192 168 واحد زيرو، ده بيخرج من فتحة زيرو على زيرو، 2 زيرو من السيريال زيرو على 2 على زيرو، 3 زيرو من سيريال زيرو على 2 على زيرو. طب لو انا عاملها باستخدام النكست هوب هيبقى الجدول بتاعي شكله ايه؟ هيبقى 192 168 واحد زيرو بيخرج من الفاص زيرو على زيرو، هيبقى من 2 زيرو بيخرج من السيريال زيرو على 2 على زيرو، هيبقى من 3 زيرو هيخرج من 192 168 2 2. ايه الفرق ما بينهم؟ تصوروا كده لو في باكت جاتلي مكتوب فيها 3 10، هي رايحه للاي بي 3 10، ده الديستنيشن اي بي، يوم الراوتر واخدها 3 10 دي اخرجها من انهي بورت؟ هي رايحه لشبكه 1؟ لا. رايحه لشبكه 2؟ لا. رايحه لشبكه 3؟ رايحه لشبكه 3. المفروض تخرج من البورت 2 على 2، بس البورت 2 على 2 ده مش بورت، ده اي بي. طب الاي بي ده تبع انهي شبكه؟ تعال ندور عليه. تبع الشبكه 1؟ لا. تبع الشبكه 2؟ طب الشبكة 2 مربوطة بأني بورت؟ بالسيريال 0 على 2 على 0. يبقى الراجل كده عمل سيرش كم مرة في التيبل؟ مرتين في التيبل. تاني لو أنا جاي الأي بي رايح لـ 3 10، الأي بي ده تبع شبكة 1؟ لا. تبع الشبكة 2؟ لا. تبع الشبكة 3؟ يعني المفروض يخرج منين؟ يخرج من الشبكة 3. طب الشبكة 3 دي مربوطة بأني بورت؟ للأسف مفيش جنبها بورت، ده جنبها النكست هوب بتاعي اللي هو 2 2. طب 2 2 ده تبع انهي شبكه؟ تبع شبكه 1؟ لا. تبع شبكه 2؟ يعني مربوط بانهي بورت؟ بالسيريال 0 على 2 على 0. يبقى الباكت ده تخرج من السيريال 0 على 2 على 0. بس الراجل عمل كم مره سيرش في الجدول؟ مرتين. فالمشكله دي بيسموها ريكيرسيف لوك اب، ان انا هعمل سيرش في الجدول مرتين فهعطل البروسيسور بتاع الراوتر مرتين. لو انا استخدمت النكست هوب فبعمل اوفر هيد على البروسيسنج. اما لو عامل باستخدام الاكزيت انترفيس 3 10 تبع شبكه 1؟ لا. تبع شبكه 2؟ لا. تبع شبكه 3؟ تخرج من انهي بورت؟ سيريال 0 على 2 على 0 على طول. فباستخدام الاكزيت انترفيس احسن من استخدام النكست هوب. اهو باستخدام الاكزيت انترفيس is more efficient، بتكون ذات كفاءة than النكست هوب. النكست هوب اي بي ادرس ليه؟ لانه ما بيعملش سيرش في الجدول مرتين، بيعمل مرة واحدة بس، فما بيضيعش وقت الراوتر. طب هل في حالات ما ينفعش استخدم فيها الاكزيت انترفيس نكست هوب تكون احسن؟ امتى الحالات دي؟ تصور كده لو الراوترات بتاعتك ديت مربوطه على سويتش، ما بينهم سويتش اهو، وفي هنا شبكه ورا السويتش ده، ورا الراوتر ده. لو انت بتعرف الراوتر ده باستخدام الانترفيس دي كده، الباكت هتروح للسويتش يعمل منها نسخة للراوتر ده ونسخة للراوتر ده ونسخة للراوتر ده. انما لو كنت كاتب باستخدام النكست هوب كنت هتكتب الاي بي بتاع الراوتر، فكان السويتش هيطلع ايه؟ نسخة واحدة بس للراوتر ده. يبقى طريقة النكست هوب في الحالة دي احسن.
ليه؟ لان لو عامل باستخدام الاكزت انترفيس السويتش ده هيبقى محتار يروح للشبكه دي ازاي، فبيبعت الباكت 3 مرات للـ3 راوترات. فبنستخدم النكست هوب، بس النكست هوب هيعمل سيرش جوه التيبل ده كم مره؟ مرتين. فقاموا عاملين طريقه ثالثه على الراوترات الجديده اسمها الفول ساتسفايد. ايه الطريقه الثالثه دي؟ الطريقه الثالثه دي ان انا اعرف الشبكه بالاثنين مع بعض، اقول له اي بي روت اسم الشبكه اللي انا عايز اروح لها بالسبنت ماسك بتاعي، باستخدام النكست هوب مسافة واستخدام السيريال. والطريقة دي مش موجودة في الباكت تريسر. ودي بعملها امتى يا شباب؟ بعملها لما يكون عندي مجموعة من الراوترات وراكبين على سويتش اهو اهو. فبكتب باستخدام النكست هوب وكمان بكتب باستخدام الاكزت انترفيس جنب بعض كده. فالراجل مش هيعمل بروسيسنج غير مره واحده، والسويتش هيطلع لك باكت واحده راح للديستنيشن بتاعها اهو، راح للشبكه بتاعتها. وديت الطريقه الثالثه عندنا اللي هي اسمها الفول سبسفايدد. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا خدت دلوقتي يا جماعه ازاي اعمل ستاتيك روت. الستاتيك روت بتاعي بعمله بثلاث طرق، باستخدام الاكزت انترفيس، باستخدام النكست هوب، وكمان في طريقه عندنا اسمها الفول ساتسفايد. تمام كده؟ دي ازاي اعمل ستاتيك روت. في عندنا حاجة تانية اسمها الفلوتنج ستاتيك روت. يعني ايه فلوتنج ستاتيك روت يا شباب؟ يعني ايه فلوتنج ستاتيك روت؟ تعالى كده نشوف مع بعض، نعمل سكرين شيرنج اهو. تصوروا كده يا شباب ان انا عندي في طريق تاني للشبكه دي بس من تحت كده اهو. هفترض ان في طريق تاني كده، والطريق التاني ده الاي بي بتاعه 192.168.40 سلاش 24، واجي احط البورت ده اي بي منه 41 والبورت ده اي بي منه 42 اهو. والراجل هنا احط له بورت 4.2 اهو. حلو.
بس انا كنت معرف الراوتر ده ان هو يوصل للشبكة دي عن طريق الطريق اللي فوق اهو، يعني لما يجي حد من هنا يتكلم مع حد من هنا قايل له خد الطريق اللي فوق اهو. طب تعالى نعرفه كمان على طريق ان هو الطريق اللي تحت، بقول له الطريق اللي تحت برضو يوصلك للشبكة دي. اعمله ازاي؟ اعمله كده exit اي بي روت الشبكة اللي انا عايز اوصل لها، السبنت ماسك بتاعها، مسافة، والاي بي اللي قدامي اهو 4.2. ايه ده؟ ده بقى عندي طريقين دلوقتي اهو. يعني الراجل ممكن يوصل من تحت اهو. طبعا نعيدها تاني كده بعد الارب دي اهو. الراجل ممكن يوصل من تحت اهو، من فوق الاول اهو، ده مرة. المرة اللي بعديها هيوصل من تحت. هو ايه اللي بيحصل؟ يعني مرة الراوتر يبعتلك من فوق ومرة الراوتر يبعتلك من تحت. تعال نشوف ايه اللي بيحصل. الراوتر يا جماعة عندنا في حاجة له اسمها المترك. كلمة مترك معناها الكوست اوف ذا روت، تكلفة المسار. الراوتر لو عنده طريقين بياخد الطريق الاقل مترك، الاقل تكلفة، يحطه في الراوتنج تيبل. يبقى الطرق اللي موجودة في الراوتنج تيبل هي مين؟ اللي ليها اقل مترك، اللي ليها اقل تكلفة. الطرق اللي محطوطة في الراوتنج تيبل هي الطرق اللي ليها اقل تكلفة. هي الطرق اللي هي ايه يا جماعة؟ هي الطرق اللي ليها اقل تكلفة. طب بالنسبة للاستاتيك هيحط انهي طريق؟ الطريقين الاستاتيك التكلفة بتاعتهم باي ديفولت بزيرو. ايه ده؟ يعني الطريق اللي فوق تكلفته بزيرو، والطريق اللي تحت اللي احنا عملناه برضو تكلفته بزيرو. طالما الادمن اللي عامله يبقى الراوتر ما بيحسبلوش تكلفة، بيبقى تكلفته باي ديفولت بكام؟ بزيرو. طب هو لو في طريقين او ثلاثة او اربعة تسووا في المترك الراوتر يعمل ايه؟ لو في if two or more routes، لو في طريقين او اكتر have the same metric، مترك متساوية، نفس المترك، الراوتر بتاعك بيعمل عملية اسمها equal cost load balance. ايه العملية دي يا جماعة؟ يعني نص الترافيك يبعته من فوق ونص الترافيك يبعته من تحت، بيحمل على الطريقين الاتنين، بيحمل على الطريقين الاتنين. لما بيحمل على الطريقين الاتنين او التلاتة او الاربعة المتساويين في المترك، العملية دي بنسميها ايه؟ بيسميها equal cost load balance. equal cost load balance لان المترك بتاع الاستاتيك الاتنين بزيرو. اي استاتيك روت انت بتعمله الراوتر ما بيحسبلوش تكلفة، بيعتبر التكلفة بتاعته بكام؟ بزيرو. وهما متساويين في المترك، ولما يبقى في اكتر من طريق متساوي في التكلفة الراوتر بيحمل عليهم الاتنين. حلو. طيب لو انا عايز اخلي طريق منهم برايمري والتاني باك اب اعمل ايه؟ لو انت عايز تخلي طريق منهم برايمري والتاني باك اب اعمل ايه؟ هم مساويين الاثنين في المترك، الراوتر هيحمل عليهم الاثنين. اللي انا بقوله ده عشان تعمل طريق برايمري والتاني باك اب، العمليه دي بيسموها الفلوتنج، العمليه دي بيسموها الفلوتنج استاتيك روت. يعني ايه الفلوتنج ستاتيك روت؟ فلوتنج يعني انا بطير طريق منهم من الجدول، اخليه باك اب. امتى احطه في الجدول؟ لو البرايمري وقع اشتغل على الباك اب. طب بعمل الفلوتنج ستاتيك روت دي ازاي؟ ما هما الاثنين المترك بتاعتهم واحده،
الاثنين متساويين في المتريك. فقاموا عاملين حاجة تانية اسمها البريوريتي، الأولوية، أو بيسموها الادمنستريتيف ديستانس. الأولوية أو الادمنستريتيف ديستانس، الطريق الأحسن في الأولوية هو اللي هينحط، والطريق الأقل في الأولوية مش هينحط. عندنا الأولوية يا جماعة بتاعت الستاتيك روت باي ديفولت، الأولوية بتاع الستاتيك روت بواحد، فهما الاثنين الأولوية بتاعتهم واحدة، وعشان كده واخدهم الاثنين. طيب أنا عايز أعوم واحد، فخلي واحد منهم على الديفولت واحد، والتاني خليه باتنين، بعشرين، بتلاتين، فيبقى عندي بريورتي بواحد وبريورتي بعشرين. واحنا عندنا الرقم الأقل بيبقى هو الأفضل، زي ما أقولك أنا الأولوية بتاعتي الفيرست على الكلاس، رقم وان على الكلاس، يبقى أنا أعلى أولوية. كل ما الرقم بتاع الأدمنستريتيف ديستنس ده عالي، كل ما كان أقل أولوية. باي ديفولت الاستاتيك الأولوية بتاعته بكام؟ بواحد. طب لو أنا عايز أطير طريق من الجدول، أخلي الأولوية بتاعته باتنين، أخليها بعشرة، أخليها بعشرين، أعليها عن الاستاتيك اللي موجود عندي جوه الجدول. طب أعملها إزاي ديت؟ بالكوماندات. باجي هنا كده، أهو، باجي هنا كده واقول له اي بي روت والطريق اللي موجود اهو. لو عملت انتر كده الاولويه بواحد، لو عملت مسافه باتنين كده الراجل ده انا قللت الاولويه بتاعته، خليته رقم اتنين، لان الاولاني رقم واحد، يبقى ده الاولويه بتاعته باتنين. خلاص ده ما عادش موجود جوه التيبل. لو جيت بصيت كده قلت له شو اي بي روت، مش هتلاقيه موجود. هو اصلا كان موجود شكله ازاي؟ بصم كونفيجر تاني هقلل لكم الاولويه بتاعته اهو، اي بي روت واحد، يعني اخليه قد التاني. لو جيت عملت شو اي بي روت دلوقتي، شايفين كان محمل عليهم الاثنين اهو، عشان توصل الشبكه 3 0 مره عن طريق 2 2 ومره عن طريق 4 2. طب تعالى نعلي له الاولويه بتاعته، نعمل كونفيجر تيرمينال اي بي روت، بس نخلي الاولويه ب 2، ونعمل شو اي بي روت تاني. عشان توصل 3 0 ما قدامكش غير مين؟ 2 2 اهو. يعني الراجل ده لما يجي يتكلم مع الراجل ده ما قدموش غير مين؟ غير طريق واحد اهو. لو جيت اتكلمت تاني كان المفروض يوديها من تحت، خلاص بقى ما عادش في طريق تحت اهو. طب امتى يشتغل الطريق اللي تحت؟ لو اللي فوق ده وقع. لو جيت بصيت في التابل دلوقتي اهو، قلت له شو اي بي روت، هتلاقي عشان توصل ل 3 0 ما قدامكش غير طريق مين؟ 4 2 اهو. الراجل بقى اوتوماتيك شغال اهو. طب لو الطريق اللي فوق رجع، خلاص الطريق اللي تحت ينشال من التيبل، ما هو كان الباك اب. لو جينا بصينا دلوقتي في التيبل عندنا ترو شو اي بي روت، خلاص رجع تاني الطريق 2 2 تاني اهو، تمام اهو. الكونسبت اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، انا اسف يا شباب، اسف ما عملتش. يبقى احنا هنخش دلوقتي لحاجه اسمها ايه يا جماعه؟ الديفولت ستاتيك روت. تصوروا كده لو انا عندي الراوتر بتاعي ده اهو، جيت قمت موصله بخط نت، وخط النت ده متوصل بالانترنت، والانترنت فيه بقى الايه، السيرفر بتاع الياهو، السيرفر بتاع جوجل، السيرفر بتاع الهوت ميل. لو جه اي جهاز من هنا يخش دلوقتي على ياهو دوت كوم،
طبعا الياهو دوت كوم بيتحول الاي بي بتاع الياهو وليكن مثلا اربع تمانيات، يروح للراوتر يقول انا عايز اوصل الاربع تمانيات. هو الراوتنج تيبل بتاع الراوتر فيه الاربع تمانيات؟ ما فيهوش. يقوم الراوتر عامل ايه في الباكت؟ موقع خلاص. نروح نعرف الراوتر على الشبكه بتاع الياهو. طب ما تاخد معاك بالمره الشبكه بتاع جوجل، طب ما تاخد معاك بالمره الشبكه بتاع الفيس، طب ما تاخد معاك بالمره الشبكه بتاع مصراوي بتاع اليوم السابع. ده انت كده محتاج بقى ان تتعرف الراوتر على كل الشبكات اللي على النت، فدي حاجه مش لوجيك خالص. طب الحل اعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها الديفولت ستاتيك روت. ديفولت ستاتيك روت سكه اللي ملوش سكه، هيبقى روت اي حاجه الراوتر ما يعرفهاش بدل ما يوقع الباكت يبعتها عليه، وهو بيبقى الطريق بتاع النت. يعني هو بيبقى روت بتاع الطريق بتاع النت. الباكت عندنا اي حاجه الراوتر ما يعرفهاش يرميها عليه. بعمله ازاي ده؟ بعمله ازاي ده؟ تعالوا كده نشوف مع بعض الديفولت ستيك روت ده بيتعمل ازاي. هذا راوتر اهو بتاع النت، والادمن جابه وراح موصل الفرع بتاعي بالنت اهو اهو. طبعا احنا عارفين ان الراوتر بتاع النت بيشتغل دي اتش بي سيرفر، فلو عايز البورت بتاع الراوتر ده ياخد اي بي اوتوماتيك من الراوتر بتاع النت، بتخش جوه البورت بتاع الراوتر وتعمل الكوماند ده كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 1 اي بي ادرس دي اتش سي بي ونشط داون اي بي ادرس دي اتش سي بي. يعني يا بورت روح خد اي بي من الراوتر مين اللي قدامك. عايز اقول للراوتر ده اي باكت انت ما تعرفهاش لا راح للفرع ده ولا راح للفرع ده ارميها على النت ما توقعهاش. بنعمل حاجه اسمها ديفولت ستاتيك روت. بعمله ازاي؟ بكتب كده اي بي مسافه روت. يا راوتر لما يجي لك اي باكت باي سبنت ماسك يخرجه من البورت 0 على 1 اللي هو متوصل بالنت. يا راوتر لو انت عايز تروح لاي شبكه باي سبنت ماسك الباكت بتاعك يخرج من على 0 على 1. اللي انا كتبته ده يا شباب ده بنسميه الديفولت ستاتيك روت او طريق النت. بيبقى رمزه جوه الجدول شو كده اي بي روت اس استريك، وبينحط اخر طريق في الجدول. لو الباكت ما يشرح لاي فرع من الفروع بتاعتي الباكت تخرج على مين؟ على الديفولت ستاتيك روت ده، بيسموه سكه اللي ملوش سكه. يبقى الراوتر بتاعي لو حد هيخش على ياهو الراوتر بتاعها هيرميه كده على تي داتا، لو حد هيروح على الفيس الراوتر هيرميه كده. طالما ما هوش رايح اي فرع من الفروع بتاعتي يروح كده بدل ما الراوتر يوقعه يوديه على النت. ده بيسموه الديفولت ستاتيك روت. يبقى احنا كده النهارده يا شباب نعمل كده على اللي احنا خدناه. خدنا الستاتيك روت وعرفنا ان في ثلاث طرق عشان اعمل الستاتيك روت. طريقه اللي اسمها الاكزيت انترفيس، وطريقه اسمها النكست هوب اي بي ادرس، وطريقه اسمها الفول سبسفايد، وفي طريقة عندنا اسمها الفلوتنج ستاتيك روت لو انا عايز اعمل الستاتيك روت باقب للتاني. وخدنا كونسبت عندنا اسمه الديفولت ستاتيك روت. ديفولت ستاتيك روت. ويبقى كده يا جماعة خلصنا ازاي نعرف الراوتر على الشبكات البعيدة عنه باستخدام الاستاتيك او باستخدام الستاتيك روت.
السلام عليكم، بشكركم كده، خلصنا الستيك روت ونتقابل ان شاء الله يوم الاثنين.